النتائج في سلم ترتيب الدوري الليبي لهذا العام موسم 2021-2022. بداية اللقاء، الكرة الآن لصالح فريق المدينة، ولكن هناك راية بدايات لقاء المدينة والأهلي والمدينة. خطأ لصالح فريق المدينة والتنفيذ عند سالم عبلو. عبلو يلعب كرة عرضية في اتجاه يعقوب عبد الله، ولكن الكرة مرت ماتيوس موتا. تعود الكرة الآن لصالح المدينة مرة أخرى عند لعباني. لعباني مع القديري، تعود نور الدين القليب، نور الدين مع الطبال، محمد الطبال يلعب كرة عرضية في اتجاه صالح الطاهر، ولكن سهلة في أحضان الحارس محمد عويضة. سلم عبلو، عبلو عبلو سدد، عبلو كرة ممتازة، كرة رائعة من سالم عبلو، ولكن أجدت محمد شنوس كرة، لكن ما اشتاوي يلعب كرة بغير تركيز لتعود مرة أخرى لصالح فريق المدينة. هذه الآن كرة الآن لصالح المدينة، محاولات يعقوب عبد الله، كاد أن يلعب بالنار. يا عكاشة فتح اللعب عند القديري، أحمد القديري مع العباني، القديري شد كرة أكثر من لازم، تعود لصالح الأهلي عند بكراع. حسام العباني، كرة طويلة في اتجاه يعقوب عبد الله لترجع مرة أخرى لصالح المدينة. ماتيوس موتا ولكن ممتاز الشتوي. طبال متناني يلعب كرة طبال، فرصة للأهلي، فرصة ولكن بقر ميل، هادي عمار وسام البدوي وعبد الباسط دريبيكا، هذه كرة الأهلي صالح فرصو، حلوة راسية كانت قريبة جدا. هذه هي عرضية المتناني، لعب كرة في اتجاه راسية صالح الطاهر، أكيد على التسجيل. المتناني يلعب كرة طبال، الطبال يحاول مرور، يمر بشكل طيب في مرة أولى، ولكن الإبعاد ممتاز. رتكت عبلو في العكسية، سالم يبحث عن يعقوب، يمر سالم ولكن منصور، ممتاز منصور رزق لي نور الدين القليب يضغط داخل منطقة الجزاء، القليب يلعب كرة عرضية ولكن صالح ماتيوس موتا. يعقوب عبد الله الوتو هو ماتيوس موتا، فرصة لصالح المدينة، ولكن الكرة في أحضان محمد نشنوش. مؤيد جدور يلعب كرة عرضية، البحث على طلحة رزق، تعود لصالح الأهلي عند عكاشة، يلعب كرة عرضية البعاد من والو. سالم عبلو يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، راسية محاولة أولى، والإبعاد من دفاع الأهلي، ولكن دفاع الأهلي كان حاضر. هذه هي الإعادة، عبلو راسية محمود والف مرة أولى ومحاولات الهادي عمارة، ولكن دفاع الأهلي كان حاضر لترجع للشتاوي. يلعب كرة جدور، مؤيد نور الدين القليب، ممتاز النقلات، فرصة الأهلي صالح الأهلي، فرصة لا داخل منطقة الجزاء، صالح الطاهر، الطاهر يسدد كرة ولكن الإبعاد من الشبلي للتعود لماتيوس موتا مع محمد مفتاح. ماتيوس موتا البرازيلي يمر من أمام محمد مفتاح، يحتفظ بالكرة، يمر بشكل طيب، ماتيوس يشد كرة أكثر من